المشكل ليس في الأستاذ تاني طبعا، المشكل أنه عندما نتعامل مع الأمور نظرية ثم نعود إلى واقعنا نجد أنفسنا أنه نعيش كما مرضى ازدواج شخصية، انفصال. ولهذا أنا الآن في موضوع كيف نحرر مقالا، أريد أن أعود إلى الواقع، واقع المقال في الجزائر وواقع الأستاذ والطالب في الجزائر، لأنه هناك إشكال كبير جدا. وحتى أعيد الأمر إلى الواقع، نقول بأنه ما يكرر يوميا في التلفزيون الجزائري، قاع المسؤولين حتى رئيس الجمهورية قال لك ما كاش بلاد في العالم اللي عندها القوانين كما تزاير، بصح حتى قانون لا يطبق، وهذه هي الكارثة. في واحد الوقت كانت الجامعة أهم حدث يحدث في الجامعة هو مناقشة رسالة الدكتوراه، وعلى هذاك الوقت كانت شهادة، والناس في الجامعة يتميزون بالشهادة، وإذا كانت الجامعة هي مكان نخبة في الوطن، أصحاب أعلى الشهادات هم النخبة في الجامعة في أحداثها. ولهذا نشفى كنا نقرأ في الجامعة أنه كان بعض مناقشات الدكتوراه اللي دامت 8 ساعات وغير أساتذة غير اللي شعره بيض وغير اللي المؤلفات وكذا، وهما يعصروا في هذاك الطالب باش يقولوا له مبروك عليك. كان في الوقت هذاك واحد لما يجيب الدكتوراه هو يترقى مباشرة، شهادة الدكتوراه هذيك اللي خدمها هو ونشفى، كان أساتذة تاعنا بكري 20 سنة هو يدير في الدكتوراه باش ناقشها. يعني تصورتم مجهود 20 سنة ويقيمه 6 ولا 7 أساتذة التعليم العالي في الوقت هذاك خلال 8 ساعات، من طبيعي أنه صاحب العمل هذاك راح يترقى. المشكل الآن أنه واحد يخدم خدمة من هذاك النوع ويناقش ولا يترقى. أنا ناقش الدكتوراه بقيت على جال هم نتاع مقال 5 سنوات بدون ترقية، وقت ترقيت نهار كتبت مقال ونشرته، بمعنى أن المقال أهم من هذاك العمل اللي يستغرق مني سنوات طويلة، قريت عدد لا يحصى من الكتب، والعمل قيمه أساتذة كبار خلال ساعات، ومع ذلك فهذاك المقال هو اللي خلاني وليت أستاذ، نقدر نشرف، نقدر نقري في دكتوراه، نقدر، وذاك العمل كاع ما بقيت كأنك لم تفعل شيء. هذه حقيقة الآن وعلاه، لأنه هذا أمر مقصود. وعلاه؟ باش يخلي الآن الأستاذ ولا الطالب دائما في يد الآخر اللي لازم تكون السلطة دائما في يده. هذا الأمر كله. نعطي لكم دليل واحد. الآن في كل دول العالم الجامعة من بين ما تنجزه الجامعة مخبر علمي. داير لا توجد جامعة بدون مخبر علمي. الجامعة اللي ما عندهاش مخابر، داير تتفاخر الجامعات بعدد المخابر العلمية اللي موجودة فيها في العالم كله. بدي من هارفارد وروح حتى الجامعة في مالي تحتها ولا وين، ما على باليش آخر إيه عدد المخابر. احنا في الجزائر الحمد لله ميزوخوا الجامعة تاعنا برك، راه كل عام تحط ان طابلو كبير عدد المخابر اللي عندها وتزوقوا، ولكن هذا المخابر يا اخي قانون واحد اللي يسير هذا المخابر وتخضع كلها لنفس الشروط باش تكون مخابر كلها، وكامل من حقها تكون عندها مجلات، 2 مخابر، وباش تكون السلطة دائما في يد واحد شخص واحد برك، هذا المخبر عنده مجلة وغير مصنفة، وهذا المخبر عنده مجلة ومصنفة. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا حضرت مرة في نهار خيروا المجلات التي ستكون مصنفة، يعني نهار اقترحوها، حضرت في اجتماع وطني كيفاش يصنفوا، وقاعد السيد يقول له اسمع المجلة تاعك نحط حط المجلة تاعك حط اكتب باش يصنفوا المجلات. أنا كنت حاضر
الواقع. ثم نقطة واحدة أخرى، إذا كان المجلة، إذا كان المجلة بهذه الأهمية والمقال بهذه القيمة، عدد الطلبة والأساتذة اللي راهم في الجامعة المعنيين بالمقال، هل هناك تكافؤ بين هذا العدد وعدد المجلات الصالحة الآن للترقية والمناقشة؟ هل العدد متكافئ؟ عدد الطلبة وحدهم تاع الدكتوراه اللي راهم مسجلين في الدكتوراه لا تكفيهم أضعاف مضاعفة من المجلات المصنفة الآن لينشروا مقالاتهم. هذا هو الأمر اللي خلاه. وأنا شخصيا نبعث مقال أحيانا بعد 24 ساعة يقولوا لي مقالك مرفوض، وأعلم وكنت أعرف مسبقا أن هذا المجلة نفسها عيطوا له قالوا المسؤول تحاولك فلان في عنايتك هاو عنده ترقية، أوكي المقال قوبل حتى قبل أن يرسل. دونك هذه أمور لازم نعرفوها. هذه إذا كان حبينا نناقشوا نهضروا في مناسبة مثل هذه، نهضروا على المقال، مش باش نكذبوا نقولوا أنا الآن لما نتحدث عن كيفية تحرير مقال، هل أعلمكم شيئا؟ يعني كيف نقول لكم كيفاش أنا اللي نقول لكم كيفاش تحرروا المقال؟ عندكم مقالات أكيد منشورة أكثر مني، دونك مش أنا راح نعلمكم كيفاش تحرروا المقال، ولكن واحد باش يكون على باله الأمور ما هي والأمور كيف تجري. دونك القضية إذن يجب أن نتحدث انطلاقا من الواقع الآن. إذا كانت الجامعة مشكورة بتوفير هذا الجو هذا وهذا اللقاء، إذن الجامعة تتحمل مسؤوليتها فيما يجري، وبالتالي لن نتحدث فقط عن المقال وندير له مقدمة ولا ندير له ملخص وننهيه بخاتمة، هذا نعرفه، ومن المفروض أن هذا القضايا من المفروض يعرفوا حتى طلبة عنا في الليسونس، هذا وش نقروا فيهم. لكن الواقع أن هذا المقال يبدو أنه أصبح الآن أهم من الدكتوراه وأهم من الماستر وأهم من كل شيء. لكن المشكل أنه مصير صاحب المقال بيد أشخاص مجهولين وأحياناً معلومين ويديروا كما يحبوا. ثم أنا لما لقيت نظرة على بعض المجلات لقيت بأنه هناك أسماء معينة تنشر في مجلات معينة وتنتمي إلى جامعات معينة، والأمر يدعو إلى كثير من التساؤل. كيفاش هذا؟ الأمر يدعو إلى كثير من التساؤل. وبالتالي إذا كان نعود إلى ما قالته الأستاذتان الفاضلتان، وإحنا السارق مذموم مهما كان، واحد كان يروح للسوق يسرق حبة شينا راهو مذموم، راهو لص هكذا، لص وأخلاقيا ما عندوش الحق وكذا، ولازم يخلص وبروسي وروح للحبس وكذا، لأن السرقة مذمومة. ولكن أليس الفعل هنا أخطر من هذه السرقة؟ لماذا أنا أتهم الأستاذ أقول له أنت سرق سرقت؟ هذا ليست بريئة له، ولكن أنا هذا الشيء اللي درته، أنه واحد يبعث لي مقال نقول له مرفوض بسبب القالب، وأحيانا نخليه 20 يوم شهرين كما صار لي مؤخرا شهرين، ويبعث لي يقول لي مقالك مرفوض بسبب القالب. لا أنا يعني أنا الآن كدكتور سيدي وهذه الخبرة قاع في الجامعة لا أحترم القالب، ولكن المشكل أنه هذا القالب الآن اللي دايرهم دايرينه في المجلات وفي المنصة هذه، منصة تاع وزارة التعليم العالي، هذاك القالب ليس سوى مبرر لرفض المقالات التي لا يريدون نشرها ونشر المقالات التي يريدون نشرها. لماذا؟ في العالم قال في الجامعات تاع العالم كلها قيمة المقال ليس في قالبه وإنما في محتوى. إحنا نبحث على مقال علمي، هذه جامعة تبحث على العلم والبحث العلمي ولا لا لا؟ إيوا كيفاه؟ القيمة تاع المقال فيما يتضمنه ولا بالخط الذي يكتب به. أنا نشفاون 2006 رحنا لتونس، رحت أنا وأستاذ الحبيب رحنا لتونس، تلاقينا بصديقه، وصديقه هذا وشكون؟ صمود، وليد أخ حمادي صمود، وما أدراك في تونس. كان يخدم في مجلة في السعودية،
والله غير يحكي راني شافي يعني مو بون لي ديطاي بزاف قصرنا بزاف بصح راني شافي على واحد ديطاي. قالك هذاك الوقت عبد الملك مرتضى يبعث مقاله للمجله هذيك يكتبها في برويو ويبعثها يكتب برك وبعث ما كان لا تهميش لا والو. ولكن ثم لانها مجله علميه ما يقولولوش ما قالوا كان مرفوض لانه مش مكتوب القالب ولا ما عندوش قالب ولا مكتبتولناش بزوقته بالالوان ولا يقراوا المقال ومن بعد يعاودوا يقولوا له في عنايتك يا استاذ عبد الملك درنا الهوامش كيفاش دوك راح نديروا حنا كيفاش ننشروا مقال بدون تهميش شتو لان مجله تنشر مقالا علميا وبالتالي تزن المقال علميا صحيح. وكيفاش هنا انا كل راسي نضرب عام مقال عندي 3 سنين من اللي بديته بون جاتني ظروف عندي عام ونص ما وليتش ليه والله غير مازال ما كملتوش ومن بعد نبعثوا يقولوا لي مرفوض بالله بسبب القالب. كيفاش مرفوض بسبب القالب وما دخل القالب هنا ايه روح اقراه ابعثوا للخبراء نتاعك اعطيهم له يقراوه الا قالوا لك مليح علميا ان بعد رجعوا لي القالب نسقموه سيدي ورا المشكل سقموا عند القالب يا اخي مقال نتا يا اخي الشرف للمجله تاعك انها تنشر العلم تنشر الابتكار والعلم والمعرفه والبحث ابا سقم المقال سقمه انت في القالب وراه المشكل تقدرش دير له هذا خط اسود غامق رده انت غامق وراه المشكل يا اخي شرف للمجله نتاعك اذا كان المقال علمي راك تضع الخط الاسود الغامق تاعي مثلا 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 لانه لما تقولي لي انت مقالك مرفوض بسبب القالب واش القالب هذا سيكوا ما هو القالب اذا القضيه مبدئيا لا علاقة لها في بالعلم في موضوع المقال الآن احنا عندنا في هذه المجلات اللي راهي موجودة لا علاقة لها بالعلم ما عندهاش علاقة بالعلم هذه حبيت أنا نشير لها لأنه باش ما نكذبوش على رواحنا باش ما نظلوش دائما نهضروا في العالم النظري هذاك لي يقودنا لعوالم اخرى انا كنسمع طريقه كذا وطريقه الجامعه الامريكيه النفسيه وكذا رانا نحكيو على امور ايوا في امريكان سيدي انا ما راني ما رحتش الامريكان ما عشت في امريكان معتمده نعم ولكن انت قارني بهذه الطريقه المعتمده عالميا اللي جات من امريكان وقارني بالمجله تاعنا اللي ترفض لك مقال على جال القالب ما قراتوش اصلا المقال يلحق دي فوا 24 اور يرجعوه لك يقول لك مرفوض بسبب القالب يقراها محمد اقراه هذا مقال هذا الانسان لا يكتب اذا كان مقال علمي بالفعل هو على اقل تقدير ان الاستاذ ربما ضرب سنه وهو يهيئ في المقال هذا كيفاش انت بجره قلم تقول له مرفوض بسبب القالب ما احترمتوش وانت لا تحترم العلم وانت لا تحترم البحث وانت في الجامعه انت خطر على الجامعه هذا هو الشيء اللي لازم نعرفه ولازم نقوله بصراحة والغريب أنه نهار ولات القيمة للمقال بهذا الشكل أصبحت الدكتورة لا شيء الآن مناقشة الدكتورة خاصة مع نظام ألندي دكتورة 3 سنين ونص 4 سنين نروح نناقش لا حدث تفوت المناقشة هذيك لا حدث لانه صح عنده دكتوره بصح ما يدير بها والو مادام الترقيه بالمقال ومادام قيمه الاستاذ بعدد المقالات اللي عنده والمناقشه بمقال اذا المقال خير من الدكتوره خير من الماستر خير من الماجستير خير من هذاك الاستاذ هو كشخص المقال خير منه المقال تاعو خير منه هذا هو الواقع ثم انه المقال هذا المقال هذا لازم نفصلوا الناس ما راهمش يفصلوا الان لماذا لانه كاين فكر احادي هو اللي راه حاكم السلطه تاع المقال فكر احادي حنا مره في المجلس العلمي للجامعه لانه المسؤولين لحسن حظهم كاع تاع الشيمي تاع الفيزيك العلماء اسماء اهل العلم قال لك انتم المقال كاين فيه الاخر يشارك تحطوا اسم تاع طالب ولا يقول له لا تحطوا اسم طالب احنا مقال في اللغه في العلم قضيه هكذا انا كاستاذ نكتب مقال قضيه عندي اشكاليه نكتب الطالب تاعي يكتب مقال تاعي يحط اسمه انا وعلاش الطالب تاعي يحط اسمه معايا ولا نحط انا قال لك انتم
مشاهد قال انتم خاطين كاع راكو على النار وعلى الهامش وعلاه باسكو هما التفكير نتاعهم لازم يطبقوه على الجميع لانه علاه هما الفوق هما اهل العلم انت راك ديري في الفيزياء درت الطالب تاعك دار تجربه فيزياء درت تجربه في ميدان الفيزياء هذيك التجربه لازم انت تشرف عليه في التجربه هذيك تولي له شيء وبالتالي من الطبيعي لا كتب مقال على التجربه هذيك يحط الاستاذ على المشرف تاعو وانا واحد يدير لي انا مقاربه كذا في لقصيده كذا اكتبها اكتب المقال وحده ودار ولا يحط اسمي انا ما بغيت له واش كتب ما ساهمت معاه ما شاركت معاه بفكره وعلى نحط انا اسم ولهذا واش نلقاو الان نلقاو بان هذا الامر افاد كثيرا هؤلاء الناس او تخصصات هؤلاء الناس لانه معنا طلبه يديروا في المقالات تاعهم واسماء تاع الاساتذه يخرجوا بينما احنا لم نستفيد من هذا ولا يمكن لنا ان نستفيد ولهذا انا عندي طالبه نشطه جدا دكتوره نشرت عده مقالات وشاركت في عده ملتقيات دوليه نشطه جدا قالت لي حتى اسمك قلت لها كيفاش تحط اسمي واش نسالك نور السراق هذا السائق راه تهضر عليه ها اذا تحط اسمي ثم انا سراق تقدروا ديروا فيها تقرير وتحاكموني صح هذه هي السرقه اذا بهذا الشكل في السرقه راهي قانونيه إيه حتى نلفت انظار هؤلاء اذا السرقه راهي قانونيه هل هذا الاستاذ اللي ينشر مقالات او اللي صدرت مقالات ولا المقالات تكتبها طلبه تاعو وحطوا اسماء نتاعهم يا هل ترى هل كامل شارك فيها وساهم فيها وكاع عنده دور فيها وعنده اللمسه نتاعو فيها وعنده العمل نتاعو فيها كامل ام انه ما يسالش فيها غير الاسم برك هذه قضيه تطرح ايضا للنقاش اذا هذا الكلام على قلته كاع باش الطلبه تاعنا باش يعرفوا واش راه يستناهم دونك ديروا في بالكم باللي من درك الا تقدروا روحوا نشروا مقال باسكو هو اللي قرر المصير تاعكم قبل ما تكملوا الدكتوراه وقبل ما ديروا الدكتوراه تاعكم باسكو تقدروا ديروا دكتوراه لما صح لكمش مقال تضربوا 10 سنين ما تناقشوش لماذا؟ لانه هذا المقال نتاع ربما 10 صفحات اهم من هذا الدكتوراه اللي راكم تتعبوا عليها وراح تضربوا فيها 4 سنين على الاقل وراح يجيو لجنه من الاساتذه والدكاتره راح يناقشوها دونك انا يبدو لي بلي هذا هو الامر اللي لازم نعرفوه لازم الطلبه تاعنا يعرفوه مادام راهي هذه دكتوراليات لفائده طلبه الدكتوراه دونك اذا انا نوصيكم من درك روحوا من درك هيوا روحكم او هيوا مقالات من الان اما باش ما نطولش بزاف انا انسان واقعي ونتحدث مباشره يعني كاين نقاط هكذا دقيقه هكذا واحد يعطي رايه فيها والكلام الزائد لا نحتاج اليه الان نرجع للمقال كي نروحوا الان للموقع موقع المجلات عندها كامل دليل البحث لو موديل وذاك الموديل تقريبا نفسه يعني لا يختلف الا في شكليات بسيطه جدا اذا المقال من حين جانبه الشكلي هو يعني متفق عليه في كل المجلات المصنفه الان عندنا في الجزائر كاع عندنا ملخص وعندنا متن المقال وعندنا خاتمة عندنا قائمة المصادر والمراجع رغم أن هنا الملاحظة اللي يمكن نعطيها هنا كي نقولوا الملخص عندنا في اللغة احنا نقروا اللغة العربية كي نقولوا ملخص المقال معناه نلقاو المقال هذا كامل مهما تكون عدد صفحاته نلقاو مركز يعني في لغة ثقيلة جدا يعني نلقاو المقال ولما طالعت انا في كثير من الاحيان على بعض ما كتب عن صياغه المقال نلقاو بانه كلمه الملخص هنا دبر هؤلاء جت يعني كمرادف او استعملت كمرادف لكلمه مقدمه لانه الملخص غير المقدمه اذا كنا نعرف بان المقدمه هي بطبيعتها تكون من مجموعه من العناصر الثابته
والمرتبة ترتيبا لأسباب اختيار الموضوع، طرح الإشكالية، المنهج المعتمد، يعني هذه النقاط اللي لازم نقراها في المقدمة. الآن في البعض اللي كتبوا على طريقة كتابة مقال يقول لك نلقاو المنهج، نلقاو الإشكالية، إذا كان هكذاك دونك إذا لا نسمي هذا ملخصا، نسميه مقدمة. هذه الملاحظة اللي حبيت نعطيها يعني. دونك وعلاش نسموه ملخص؟ إذا كان قلنا ملخص البحث، البحث ما فيهش، لا نستعرض فيه المنهج ولا نذكر الإشكالية داخل البحث. هذاك مثل البحث هذاك ما نذكروش فيه الإشكالية. دونك حبينا نذكروا الإشكالية إذا ونديروها في هذا الملخص، إذا الملخص نغيروا له الاسم نسموه مقدمة، لأن المقدمة هي التي تتناول هذه العناصر. نقطة واحدة أخرى، من خلال المقالات خاصة في المقالات التي ترسل إلى مجلة مخبر التأويل وتحليل الخطأ، هذه كملاحظة يعني، أرجو أنه إحنا الآن في قسم لغة وأدب عربي، إذا كنا مع تخصص اللغة لا يعقل أن ندرس لغة ونحن لا نعرف أبسط قواعد اللغة، وإذا كنا في تخصص الأدب يعني حيث ندرس الشعر والنثر كأعمال أدبية إبداعية لتجسد من المفروض قمة الإبداع القائم على اللغة، إذن أيضا أظن بأنه من غير لائق أيضا ومن غير الممكن أن ندرس نصا أساسه اللغة ونحن لا نعرف أبسط قواعد هذه اللغة. ولهذا فالمقالات اللي تجينا عادة نلقاو فيها يعني قضية اللغة، هناك كثير ما يقال عن اللغة. بالتالي نقول للطلبة تاعنا قبل ما تبعثوا المقال تاعكم يعني ماهوش عيب، يعني يقدر واحد ما يبعث لي يشوف اتصل الأستاذ يصح له المقال لغة يعني لغة لغويا يعني لغة يصح له يقرا له ويشوف إذا كش ما لقى فيه بعض الامور التي تحتاج الى تنقيح الى اعاده صياغه الى يعني قبل ما يرسل المقال تاعو الى المجله. طالب يعود الى مشرفه اولا. المشرف مثلا، المشرف ولا اي استاذ يعني نظن بانه ما فيش مشكل يعني. اولا. نعم انا شخصيا ما نشوفش يعني كاين مشكل، نقدر انا كاستاذ راني نصحح ولكن نقدر المقال تاعي ولا عندي بحث معين ولا نقدر نعطيه لاي زميل نقول له هكا راه قبل ما نتحدث عن طلبه الدكتوراه. راني فاهم راني فاهم. تعود الى المشرف. نعم حبيت نقول ما فيه حتى مشكل يعني انه نقول لواحد زميل ولا استاذ ولا نقول له هكا راه حبيت ننشر هكا راه اعطي لي رايك فيه، ما امر عادي جدا يعني قبل ما ينشر. اذا بالنسبه للمقال هذه النقطه الاولى، بالنسبه للملخص ما دام كمل هذا دليل المؤلف في موقع خاص بالمجلات الجزائرية كاتبين الملخص، إذن الملخص لا يعني مقدمة، الملخص شيء والمقدمة شيء آخر. دونك مادام كتبوا ملخص إذا نحن نحاول أن نقدم المقال مهما كان حجمه في فقرة لا تتجاوز كما يقولون هنا 150 كلمة. الكلمة المفتاحية هذه مهمة جدا، لماذا؟ لأنه يمكن من تسمى مفتاحية أولا لأنه الدخول عن طريقها إلى عالم المقال، وبالتالي فهذه الكلمات ما دامت مفتاحية في المقال إذا على صاحب المقال أن يختار بالتدقيق بدقة متناهية ما هي الكلمات التي يقدمها على أنها كلمات مفاتيح للدخول في عالم هذا المقال. حاجة واحدة أخرى، يبدو لي أنه لا نعيد الآن اكتشاف أمريكا من جديد. المقال مثلما عرفناه منذ كنا طلبة وما زلنا نكرر الأمر إلى طلبتنا منذ السنة الأولى ليسونس، أن المقال هو عبارة عن مقدمة وعرض ثم خاتمة. المقدمة إذن هي بالشكل الذي يطلب في 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 موقع المجلات الجزائرية الآن في
مكانها يطلب ملخص. هذا الملخص هو صورة مركزة للمقال. ثم عندنا العرض بعناوينه وبعناصره المرتبة كما هو محدد في هذا القالب، ثم تأتي الخاتمة لاستعراض أهم النتائج التي توصل إليها البحث. ومثلما لا نتصور بحثا مهما كان بدون وضع القارئ أمام أجواء هذا البحث لدخول عوالمه، فكذلك لا نتصور أن بحثا ما يخلو من خاتمة، لأن الغاية من وجود البحث هو الخاتمة، وإن كان يبدأ بمقدمة أو ملخص فغايته هي الخاتمة التي من المفروض يحصر فيها الباحث كل ما أسفر عليه مجهوده خلال رحلة البحث التي تتجسد في هذا العرض بعناصره وبعناوينه. بالنسبة للهوامش وطريقة التهميش، استاذنا هيك ذكرتنا كامل الطرق اللي راهي متاحه، يبدو حتى احنا عندنا يعني في خلال المجلات اللي طلعت عليها انا تشترط ولكن اون جينيرال يعني ما لا تشترط امورا تعجيزيه. مجلتنا نحن لكن المجلات العالميه تشترط هذه الطرق التي تحدثت عنها في الدمج. نو لماذا؟ تقول يجب ان تهمش بطريقه اي بي اي، اذن عليك ان تلتزم بتلك الطريقه. حتى في المداخلات طبعا في بعض الاحيان تشترط. نعم. تفضل دكتور. لا راني نفكر بقى يعني قلت لو كانت لي طريقه للاتصال بمسؤولين على الجامعات هذو في هارفارد نقول لهم هل حصل يوما او حدث يوما أنكم رفضتم مقالا علميا لأنه لم يحتم هذا مكان؟ سؤال وجيه. هذا هو سؤال وجيه. دونك باختصار شديد هذا ما أردت أن أقوله في هذا الموضوع. هو القضية أنه أنا لم أقدم شيئا جديدا ولن أقدم شيئا جديدا، ولكن الآن من خلال هذه الملاحظات أردت أن أثير النقاش، وبالنقاش الآن صححوا لي إن